Assalamualaikum. I am reciting Surah Al-Lail. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من نأى وابتغى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْأُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ وَيَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. الله المايتي speak the truth.